بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة. ويل أي وعيد ووبال وشدة عذاب. لكل همزة لمزة الذي يهمز الناس بفعله ويلمزهم بقوله، فالهماز الذي يعيب الناس ويطعن عليهم بالإشارة والفعل، واللماز الذي يعيبهم بقوله. ومن صفة هذا الهماز اللماز أنه لا هم له سوى جمع المال وتعديده والغبطة به، وليس له رغبة في إنفاقه في طرق الخيرات وصلة الأرحام ونحو ذلك. يحسب أن ماله أخلده، كلا. يحسب بجهله أن ماله أخلده في الدنيا، فلذلك كان كده وسعيه كله في تنمية ماله الذي يظن أنه ينمي عمره، ولم يدري أن البخل يقصف الأعمار ويخرب الديار، وأن البر يزيد في العمر. كلا لينبذن في الحطمة، وما أدراك ما الحطمة؟ نار الله. كلا لينبذن أي ليطرحن في الحطمة. وما أدراك ما الحطمة؟ نار الله. تعظيم لها وتهويل لشأنها، ثم فسرها بقوله: نار الله الموقدة، التي وقودها الناس والحجارة، التي من شدتها تطلع على الأفئدة، أي تنفذ من الأجسام إلى القلوب، ومع هذه الحرارة البليغة هم محبوسون فيها، قد أيسوا من الخروج منها، ولهذا قال: إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة، أي مغلقة في عمد ممددة، في عمد من خلف الأبواب ممددة لئلا يخرجوا منها، كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها. نعوذ بالله من ذلك، ونسأله العفو والعافية.